وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. احنا هنستكمل لسه مع يعني حاجات مهمة شوية، اللي هي آخر حاجة كنت عايز أتكلم عنها في البيزك أوبريشنز، اللي هي حاجة اسمها الممبر شيب. الممبر شيب يعني هل ده عضو من اعضاء الليست ولا لا؟ وده سؤال دايما احنا بنساله، اللي احنا بنسميه بمعنى اكثر وضوحا فايند. وفي فايند خلاص، هي بنعمل عمليه فايند. انا ممكن اجي اقول له مثلا انا عادل ده اذا طبعا ممكن اقوله كفاريبل او ك ليترال كده نص ثابت مباشر خلاص. اقول له عادل ان ايه؟ ان امبس. طبعا عادل مش موجود في الامبس، فالمفروض النتيجه تكون بتاعت الامر ده ايه؟ ترو اور فولس. ترو اور فولس، فالمفروض تجي لي ايه؟ المفروض تجي لي فولس، صح؟ المفروض تجي لي ايه؟ فولس. لو دوست سيف كده ودوست اف 5 هطلع لي النتيجه ايه؟ فولس. عادل نوت اكزيست ان ايه؟ ان ذا ليست، صح؟ كذلك لو جيت على سبيل المثال، انا طبعا هعمل مثلا ايه؟ اقول له find equal مثلا input ببساطه يعني enter search value مثلا، صح كده؟ enter search value والكلمه اللي انت تبحث عنها، بعد ما اخدها منه اقول له if ان find value اللي هو مدخلها دي find value، انا هخليها غير اسمها كنت البحث find value in الامس، find value موجوده في الامس، وانا عندي ترو وعندي ايه؟ عندي فولس. لو جابت ترو كده معناها ترو، تمام كده معناها جابت ترو. لو جابت ترو هقول له برنت مثلا ايه؟ this name is exist، ماشي، هذا الاسم موجود. else معناها ان الفايند فاليو نوت ان ايه؟ انكريز، مش موجود. فساعتها هقول له this name not exist in employees list مثلا يعني هقول له لو موجود هقول له الاسم ده موجود، لو مش موجود هقول له الاسم ده مش موجود في الليست وخلاص. فلو جينا جربنا كده، قال لي انتر السيرش فاليو، قلت له بدور على علي، قال لي ذيس نيم نوت اكزيست ان ليست، وده صح تمام؟ طيب قلت له ماشي شغال تاني، قال لي يلا دخل حد، قلت له رامي تمام؟ قال لي ذيس نيم از ايه؟ is exist، صح ولا ايه؟ موجود. فالفايند دي عمليه من العمليات المهمه جدا اللي احنا افترض نتعامل معاها. طبعا انا ماشي بالتفصيل واحده واحده في الليست، لان الافكار اللي جايه كلها قايمه على الفكره دي. يعني كل اللي احنا بنتكلم فيه ده وبنوضحه في الليست افكاره هتبقى غريبه بقى اللي ايه؟ في باقي انواع الكوليكشنز المختلفه، باقي انواع الكوليكشنز اللي ايه؟ المختلفه. طيب هاخد اكزامبل تاني، هل في اي اسئله هنا؟ ده كده البيزك اوبريشنز. يهمني قوي الممبر شيب اللي هو بتاع الفايند ده. هاخد انذر اكزامبل. وهسميه الليست فانكشنز. ماشي؟ ليست ليها فانكشنز. هشتغل الفانكشنز دي بس اعرفكم عليها، وبعدين نبدا في امثله واقعيه الى حد كبير بدل الاكزامبلز الصغيره دي. ماشي يا شباب؟ فدي هتبقى حاجات، حاجه من الحاجات اللي هي يعني المفيده انك تتعرف على كل فانكشنز كده. لكن بعد كده هقول لك الفانكشن دي بتعمل كذا كذا، وانت هتلاقي نفسك فاهم، مش قضيه، فهمت القصه. لكن مجرد دلوقتي احنا بس من ايه؟
عايزين نمشيها بالتفصيل عشان لما نيجي ندي انواع ثانيه تبقى العمليه بالنسبه لك واضحه يعني. تمام؟ طيب حد بيتكلم؟ تمام، حدش بيتكلم. طيب من اهم الفانكشنز اللي احنا ممكن نتعلمها، في فانكشنز احنا اخذناها زي اللينس مثلا، في فانكشن ثانيه اسمها الماكس. يعني لو جينا عملنا برنت دي حاجه جاهزه طبعا، قلت ماكس سالاريز واديته الليست كده هيجيب لي ايه؟ قلنا كده ماكس فاليو ان سالاريز ليست، وطبعت الماكس بتاعت السالاريز. ماشي؟ طبعا من غير ما اجرب اختها هتبقى مين؟ المينيمم، صح ولا ايه؟ اللي عمل الماكس يعمل المينيمم. طبعا لو جيت قلت لك في مره فكر تعمل الماكس او تعمل المينيمم انت من نفسك، انت شغل مخك يعني. لو اشتغلت قال لي اعلى رقم هو ال 25000، اقل رقم هو ال 12 ايه؟ هو ال 12000، صح كده؟ مفهوم؟ نعم. طيب في برضه واحده ثانيه مهمه بس ساعات بنستخدمها، اللي انت بتقارن الليستتين ببعض. مثلا بتكمبير كومبير الامبس ليست ويز الايه السالاريز ليست. طبعا الليستتين يا شباب هنا مختلفين كليا، صح ولا ايه؟ الليستتين هي سي ام بي اللي هي كومبير يعني كومبير. هديله الاول امبس توما والسالاريز. طبعا الكومبير هنا هيقارن العناصر بالعناصر، قارن العناصر بالعناصر، كل حاجه بكل حاجه. فطبعا المقارنه دي هتطلع معاك فيها مشكله. تمام؟ وانا اصلا مش شايف الفانكشن اساسا اللي هي اس بي. المفروض ان هو ما كانش يبقى عنده مشكله في السي ام بي انا بقول لستين. هو مش شايف السي ام بي من اصله اللي هي الكومبير يعني. ماشي انا خلاص هو مش شايف الفانكشن دي، مش مشكله يعني، ممكن تكون كنت بس بعمل حته ثانيه او شيء بس هي مش موجوده. ماشي، في ايه تاني من الفانكشنز الشهيره؟ احنا اخذنا الابند. في حاجة تانية إن أنا أقول مثلا الإمبس ماشي دوت أهم الله أنا بدور عليك أنتوا فين من الصبح؟ أبند إحنا أخدناها صح؟ شايفينها ولا ما شايفين؟ نعم. عندي أبند اما اقول اسم الليست دوت يعني دي فانكشنز مرتبطه بالنوع اللي هو مين؟ الامبس. في ابند، قلنا الابند بت ايه؟ بتضيف ايتم بتكريت له مكانه وتضيفه، صح؟ شفناها مش هنعملها تاني. وفي عندنا حاجه اسمها اكستند، ودي شفناها برضه مش هنعملها تاني، اللي هي بتضيف اري كامله، صح؟ وبتفهمها. معايا يا شباب؟ نعم صحيح. في كلير، في فانكشن اسمها ايه؟ في فانكشن اسمها كلير، وكلير معناها بتعمل ايه؟ مفهوم طبعا من معناها ان هي بتمسح كله. كلير بتمسح كله، يعني عملت كلير تمام، وبعد الكلير قلت له برنت الامبس بس في 5 اللي حصل؟ الاري بقت ايه؟ بقت فاضي، صح؟ يبقى فهمنا ان كلير بتمسح كل الايه؟ كل الايتمز مع بعض، كل الايتمز مره واحده. طيب. طب كلير ما بتقدر تعمل كلير اندكس معين مثلا جوه الليست؟ لا مش كلير بقى، كلير دي كلير امسح كله. ماشي؟ كله
لكن في بقى عندنا في حاجه اسمها ريموف وفي عندنا دل. في عندنا ريموف في عندنا دل. احنا عرفنا الدل صح اخذناها نعم اخذناها تبقاش فانكشن اللي كانت خارج فانكشن خارجيه يعني مش الليست دوت اسم الفانكشن ها شغاله كده شغاله كده بنكتب دل سبيس وندي له اسم ايه الايتم اللي عايزين نديليته صح ولا ايه صح ولا ايه خد بالكم من الفكره انا كنت بعمل في الديليت باجي اقول له دل وسبيس اقول له امس وبزيد بعمل كده هنا الورع بتاعنا بيقول ايه اسم الليسته دوت خدين بالكم وامشي بالاسلوب ده فده حاجه ودي ايه ودي حاجه ثانيه طيب ريموف فهمتوها ولا ايه انا بعد كده هوقفها بس عشان مش عايزين نعمل كلير احنا الاري دلوقتي ممكن اقول له السالاريز دوت والمره دي اخد ريموف بس ريموف شوف انت ان انت عايز تعمل له ريموف بص بقول لك ابعت لي الفاليو خلاص اللي انت ايه اللي انت عاوز تحذفه قال لك ريموف فيرست اوكيرنس اوف ايه اوف فاليو يعني اول وضع ايه يعني ممكن تكون متدبلره يعني فاهمين يعني ايه متدبلره؟ يعني ممكن يكون كده في 20,000 كم مره؟ مرتين صح ولا ايه؟ لما اقول له احذف ال 20,000 هيحذف اول واحده تقابله هيحذف ايه؟ اول واحده تقابله مفهوم الفكره؟ تعال نجرب لما ادوس في 5 قال لي 25,000 17,000 20,000 20,000 الاخيره مالها كما هي يبقى عمل 25,000 رمى ال 20 وحط ال 17 وعمل 20 وعمل شيفتنج وكله تمام مفهومه ولا ايه؟ يعني ريموف بس بتشيل الدبل المكرر المكرر القيمه الفاليو المكرره لا ما بتشيلش المكرره بتشيل اول واحد يقابلها ما بتشيلش مكرر اول واحد مكرر من الفاليو صح؟ لا مش اول واحد مكرر يعني مثلا انا قلت له دلوقتي احذف ال 25,000 25,000 متكرره؟ لا هي الوقت الاري كلها فجر 25 و17 و20 نعم غيرهم كل اللي هيحصل انه هيحذف 25,000 طب لو كان في الاري قدام في 25 ثانيه ملوش دعوه تمام يعني ما بيعرفش يمشي على اللي بعده واللي بعده اللي بعده اول واحد يعمله حذفه وخلاص وخلصنا تمام بس انت تبعت له القيمه اللي انت عاوز ايه القيمه اللي انت عاوز تحذفها فعليا من الليست ماشي نعم طيب ممكن يكون عندنا بعض المشاكل في حاجات ثانيه لكن انا ممكن احذف مفيش مشكله دي اللي هي الايه الريموف طب في ايه تاني الفانكشنز الجاهزه في الليست زي ما قلنا بند قلنا كلير في كابي كابي دي معناها انك بتاخد نسخه من الايه من حاجه في حاجه تمام يعني من عنصر لعنصر بتكابي حاجه في حاجه تمام طيب زي احنا عارف يعني اخذناها بكذا شكل اخذناها بان احنا نعمل رينج ونحطه جوه فاريبل فبيبقى قطع الايه النسخه الجديده ماشي هي مشكله لكن في حاجات تانية مهمه زي الاندكس الاندكس معناها ان انا عايز اعمل ايه انا المره دي بدور على الاندكس بتاع الايتم انا مش عايز اعرف فاكرين لما ان فاكرين ان اللي اخذناها من شويه وكنا بنعمل فايند لا انا عايزك لما تقول لي موجوده فين عايزك لما تلاقيها تقول لي موجوده فين فاهمني يعني لو قلت اندكس اوف مثلا اندكس اوف ايه مثلا اوف رامي مثلا خد بالكم قبل ما اقفل الاري هو بيقول لي بيقول له هو بيبدا يبحث ستارت فروم زيرو وبيقف عند كام عند الرقم ده يعني لو لسه بتاعتك اعلى من كده مش هيبص عليك تقول له اطمن مش تطلع اعلى من كده واخد بالكم الرقم كبير جدا صح طيب خد بالك من ملحوظه ثانيه هو قايل عليها ايه هي
ايه اللي بيدور على اول ريتيرن فيرست اندكس اوف فاليو، بيدور على اول واحد. يعني لو في اثنين رامي هيجيب لك رقم اول ايه؟ اول رامي اندكس. فانا قلت له ايه؟ حاسب على رامي لو عايز اطبع عشان اشوف المفروض يطبع لي كام يا شباب. صفر واحد اثنين يطبع لي رقم ايه؟ اثنين. لو لسه سيف ويت خمسه ايه؟ رامي ليست عشان دي السالاريز واحنا بنبحث الامبس صح؟ نعم. خدتوا بالكم غلطه من هنا نبحث عن رامي مش موجود. خدوا بالكم برضو ان هنا دي برضو غلطه، لو انا ببحث عن حاجه مش موجوده هتطلع ايرور. ممكن برضو بقى محتاجين نعدلها صح؟ محتاجين نعدلها. قلت له ماشي انا اسف انا كنت ببحث في الامبس، يلا دور لي. قال لي موجود في الخانه رقم كام؟ صفر واحد اثنين. مفهوما؟ فالاندكس دي مهمه جدا وبنحتاجها في حاجات كتير في شغل كتير. ايه تاني موجود من الفانكشنز الاساسيه قوي اللي احنا محتاجين نبعتها؟ في حاجه مهمه يا ستي اسمها انسيرت. انسيرت مهمه جدا. لو قلت سالاريز دلوقتي السالاريز عندنا كام؟ 17 و20 لان احنا عملنا ريموف لل 20 وعملنا ريموف لل 25 صح شباب؟ فتبقى ليه 17 وايه؟ و20. قلت له سالاريز دوت وعايز اشتغل في حاجه اسمها ايه؟ قلنا اسمها ايه؟ انسيرت. انسيرت. يعني عايز اضيف عنصر بس مش ابند بقى يا شباب. مش ابند ليه؟ انسيرت فيها ميزه. انا عايز اضيف مثلا ما بين ال 17 وما بين ال 20 18 او 19. هيقول لي الاول اديني الاندكس، بقول له الاندكس رقم واحد. هيفوت رقم 0 اللي هو ال 17 وهيخش في الخانه اللي في الايه؟ اللي في النص. يضيف لي 19. اتفقكم القضيه دي؟ ويعمل شيفت لمين؟ لل 20. هيبقى 17 19 20. دخلت ال 19 في النص، ودي عمليه يعني كانت بتبقى صعبه من غير الفانكشنز الجاهزه. دكتور ممكن تعيدها شوي لان صوتك قطع. طيب انسيرت معناها ان انا عايز عادي زي الابند بالظبط، بس ممكن اكون بضيف في النص او في الاول او في الاخر. الابند بتعمل في الاخر بس. الابند بتعمل ايه؟ نعم. بتبني الخليه وتحط بقى قيمه بس في الاخر. لكن الانسيرت بتديني امكانيه ان انا اضيف فين؟ وبالتالي لما اقول سالاريز دوت انسيرت الخانه رقم واحد فصفر فيها 17 وواحد فيه 20 يقوم مشفت 20 ورا ويحط في الخانه واحد بقى ما بين 17 وما بين 20 يقوم واضع الرقم 19 وال 20 تتشفت تبقى في خانه رقم كام؟ في خانه رقم 2. وضحت ولا؟ لا واضح. مهم قوي. لو جيت طبعت بعديها السالاريز صفر خمسة هلاقي ايه اللي حصل؟ بقت 17 19 20 تمام كده؟ طيب في عندنا برضه فانكشن مهمة جدا هي شهيرة اسمها البوب. فانكشن البوب لو جيت قلت له سالاريز دوت تمام بوب. بوب دي بنستخدمها دايما بشكل معتاد يعني ده يعني تستخدمها بشكل معروف عند الناس اللي بتشتغل الحاجات دي لما نكون شغالين عارف اللي هو الطبيعي لما نكون بنضيف حاجات وبنحذف حاجات بنحذف من الاخر بنحذف من الاخر تمام يعني مثلا اقول لكم ازاي بص لما تكون مثلا ايه بتحط ورقه فوق ورقه حطيت ورقه بعد الورقه اللي في الثانيه فوقيها الورقه الثالثه ايه فوقيها الورقه الرابعه ايه فوقيها ماشي بوب بتسحب ورقه بوب بتسحب ورقه بتسحب انهي ورقه الاولى اخر ورقه انت حاططها انت بتحط ورقه فوق بعض بتحط ورقه فوق ايه
وبعض بيسموها كيو. فانت بتسحب تسحب من اخر واحد، يعني زي ما بيقولوا كده تكون ظبط الوارد اخيرا يصرف اولا. عارفين الوارد اخيرا يصرف اولا دي اللي هي البوب، اخر ورد حطت يرجعها لك ويشيلها من الاري. شوف بالك حطيت يرجعها كقيمه ويشيلها من الايه، من الليست، ويشيلها من الليست. يعني بيعمل حاجتين، بيريتيرن الفاليو اوف لاست ايتم، اخر ايتم موجود عندي في الليست، في نفس الوقت يريموف ذس ايه او يعمل ديليت لاخر ايتم ده، بيطلعه خالص، بيطلعه. يعني انت كده سحبت ورقه وخلاص الموضوع ده. انتوا يعني حتى هو قايل لك ايه؟ الاندكس بيساوي سالب واحد. مفهوم الاندكس بيساوي سالب واحد يعني ايه؟ صح ولا ايه؟ يعني معناها احذف لي اخر ايه؟ اخر واحد بيبقى دايما هو سالب واحد، صح؟ لو انت قلت له لو جيت قلت له اعمل لي بس بوب عاديه خلاص واشوف بقى اللي هيحصل بعد البوبايه دي او كده. طبعا لو عايز اعمل برنت فالمفروض يطبع لي مين؟ اخر سالري موجود عندي 20,000، صح؟ فالمفروض يطبع لي كلمه 20,000. ولو جيت طبعت السالاريز هيطلع فيها ايه؟ ال 17,000 و19,000 وال 20,000 اتشالت، لان حصلنا لها بوب. فدي هتطلعها هتطبع لي 20,000، ودي هتطلع لي القيم كلها من غير ال 20,000. دوست اف اف كنترول اس واف 5 الاوليه طلعت لي 20,000 و والابريد فعلا منها اخر ايتم اللي هو ال 20,000. وصلت؟ نعم. ممكن نبعت البارامتر بتاع احنا عايزين نحسب ايه؟ يعني احنا لو بنعمل بوب ممكن نقول له بوب لي منين؟ يعني هو الطبيعي بيبوب من سالب واحد، طبيعي بيعمل بوب من ايه؟ من كتير زينا، ده الطبيعي، ده الديفولت. لكن انا ممكن اقول له بوب الزيرو. فالمره ده يحذف مين؟ احذف ال 17. انتوا؟ لو الديفولت هيحذف مين؟ 16. سقطوا مني دلوقتي. يا شباب حد يرد عليا؟ شباب تمام، طاهر سامعني الحمد لله. فيا طاهر بقول ايه؟ لو قلت بوب بس هيشيل اخر واحده اللي هو 19. طب لو قلت له بوب وحددت الاندكس اللي انا عايز اشيله خلاص هيشيل لك الاندكس اللي انت عايز تشيله. يعني كانك عملت ديليت للاندكس اوف 0 هي هي. لو جيت كده اهو يعني دي كده هترجع لي كام؟ دي كده هترجع لي 17,000. ولو طبعت هتلاقي الري فاضيه ما فيهاش غير 19,000 بس. هتلاقي الري فاضيه ما فيهاش غير 19,000 بس. فعلا رجع لي 17,000 والاري ما بقاش فيها غير 19,000 فقط لا غير. دي البوب. دي يعني يا دكتور بعد اذن حضرتك هي البوب دي بتحذف الاخير يعني ده بس للاخر حاجه اخر اندكس وخلاص مش كده؟ اندكس 0 بترجع لك العنصر الاخير وبتشيله بتعمل عمليتين يعني بترجعه يعني بتعمله برنت يعني بتطبعه لي ولا ايه؟ ممكن تعمله جوه فاريبل مثلا ممكن اقول كده مثلا فاريبل اسميه لاست ايتم بيساوي واخد ايه؟ سالاريز دوت دي عملت كده ايه؟ بترجع لي عملت اساينمنت دي اشتغلت ورجعت الدوت وحطيتها جوه اللاست ايه؟ جوه اللاست ايتم وبالتالي اقدر استخدم اللاست ايتم بحاجه او زي ما انا عايز بقى حسب الفكر اللي عندي. ده زي الكات كده يا هندسه دكتور؟ زي ايه؟ ده زي الكات كده، الكات يعني زي كنت بقطع حاجه من الاري. اه. حسب البديله صح؟ تمام بس كده هستخدم ايتم واحد. اه. ايتم واحد اه. البوب بتاخد ايتم واحد. تمام؟
لكن انا ممكن بقول بقى بستخدم البوب بقى هي هي بس بغير فكرها ببعت لها الاندكس اللي انا عايزها ريموف فبقت عامله زي الريموف بالظبط بس الفرق ما بينهم وبين الريموف مين ياخد باله الريموف ببعت القيمه اللي انا عايز امسحها البوب ببعت الايه ببعت الاندكس اللي انا عايز امسحه بقى معناها كده مفهومه تمام طيب في عمليتين اخرانيتين يعني هقولهم دول سهلين ان شاء الله لو انا عملت ايه يوم سمح رب لو قلت مثلا الامبس تمام في عندنا السورت في عندنا حاجه اسمها ايه سورت وسورت معناها ببساطه فرز صح معناها ايه فرز بعمل سورتنج ترتيب لو قلت سورت وبيتبع عليهم بتاع الامبس دوت او برنت الامبس ومعلش نخلينا ايه قبليها نعمل ايه برنت الامبس يعني نطبعها قبل ال معايا قبل السورت وبعد الايه وبعد السورت عشان نشوف تاثير السورت دوس في 5 قال لي هي كانت سبور طاهر رامي رانيا اصبحت ايه رامي بالار رانيا بالار هنا ار اي وهنا ار اي اشمعنى رانيا جت في الاخر قالك عشان الام كثالث عنصر اللي هي في الانجليزي ام ان صح فجت ايه رانيا بعد رامي فجت جه سبور لان الاس بعد الار فجت جه طاهر لان الت بعد الايه بعد الاس صح ماشي عمل صورت دي بقى حاجه تانية اخيره اقول له امبس دوت لا اللي هي اقلب اسمها ريفرس اسمها ريفرس يا دكتور معلش قبل الريفرس تمام اتفضل هو انا بس كنت عايزه اسال حضرتك هي الصورت بتعمل فرز ابجدي بس ولا بتعمل كمان للنمبرز؟ بتعمل برضه للنمبرز عادي اللي هو العادي بقى الصغير الكبير يعني ترتب الصغير الكبير سالاريز دوت ستين تمام قمت باعت له ايه شويه ارقام كده عشان حسبتها كله صح ماشي وجينا قمنا عاملين ايه؟ نفس الكلام قلت له بس اطبع لي بقى الايه؟ اللي هي السالاريز بعد كده اعمل السالاري سورت بعد كده اطبع الايه؟ اطبع السالاريز عملت نفس الفكره ماشي؟ بس ضفت شويه ارقام عشان يبقى في حاجه يفرزها لان كانت السالاريز في الاخر ما عندهاش غير رقم 1 19 وصلت في 5 فقال الارقام 19 60 25 30 بعد الترتيب بقت 19 وبعدين ال 25 بعد كده 30 اكبر وبعد كده ال 60 ايه؟ ال 60 اكبر بس حالة يا دكتور لو ميكس بقى ما بين يعني الاري الليست سوري فيها سترينج وفيها ارقام فاهمك فاهم انت عايز تقول لو في اري جديده عشان انا طلعت معايا ايرور دلوقتي وانا بجربها يعني ماشي عملت السالاريز زائد الايه الامبس اوتوماتيك كده اللي حصل الاري دي بقت ناتج جديد صح ولا ايه لو قلت له اي ار ار دوت سورت او نطبع الاول برضو نطبع تاني معلش نطبع برضو الاري الجديده اللي هي ناتج الايه اللي هي عباره عن مجموع السالاريز زائد الامبس قبل السورت وبعد السورت تيجي ترن طلع لك مشكله فين قال لك الاكبر من لان هو اصلا السورت عباره عن فانكشن السورت عباره عن فانكشن بتشوف الاكبر والاصغر قال لك اكبر واصغر نوت سبورت بتوين انستنس اوف سترينج اند انت يا تمشيها انت عشان في الاكبر والاصغر يا تمشيها ايه انت هو مش عارف يمشيها في الايه في النوعين معا
خدت بالك؟ هي علامه الاصغر not supported between instance of string and play. لانه بيبدا يقول لك ايه؟ يقول لك رامي اكبر ولا 60,000؟ فهمت؟ او رامي اصغر ولا 60,000؟ هنحلها ازاي دي؟ يبقى لما ناخد ان شاء الله الفانكشنز هتعرفوا ان احنا ممكن رامي بالدنيا كلها طبعا يا طارق. هي الفكره كلها دي احنا ممكن واحنا بنعمل سورت يعني في الكود ده واحنا بنعمل سورت يعني نبعت الفانكشن اللي تشتغل على مزاجنا ومنها نقدر نقول نحط الارقام قبل الاسماء او نحط الاسماء قبل الارقام او نعمل ترتيب تنازلي او تصاعدي زي ما احنا عايزين تمام يعني دي نقدر برضو نعملها يعني ممكن نعمل فانكشن اصلا بتاعتنا احنا ونريح نفسينا يعني نشوف احنا عايزين السورت يعني ده برضو كله متاح لكن احنا بنتكلم في الحاجات الجاهزه اللي هي جاهزه للليست يعني الريفيرس انا خلاص عرفنا دي هتطلع ايرور صح؟ حط بس بيانات الايرور عشان تبقوا عارفين ان دوت نوع بيانات خاطئ مش قادر يقارن ما بين الاسترينج وما بين الانت از ايرور يعني تمام؟ طيب انا هعمل ايه بقى؟ هعمل اخر حاجه اعمل ايه ار ار دوت ريفيرس الريفيرس اللي هو اقلب اللي هو ايه؟ يقلب العناصر الموجوده يقلب العناصر الموجوده لو جيت كده عملت خمسه كانت البيانات 19 25 30 60 رامي رانيا صبور طاهر بقت ايه بقى؟ اتعكست بقى طاهر اللي كان في الاخر بقى في الاول ربنا اصلح حاله صبور كان في الاخر طلع في الاول رانيا رامي بعد كده طلع 60 30 25 19 عكس العناصر اللي موجوده في الاري بس عمل قلب يعني انا بالقيم الموجود كده كده ان شاء الله ما فيش مشكله طبعا الكابي بس احنا ما قلناهاش فنقولها بالمره عشان بس ما يبقاش ان احنا اللي شفناها يعني مع ان هي عاديه يعني لو جيت قلت اكس بتساوي اي ار ار دوت كابي تمام دوت كابي كده خلاص هي بتاخد نسخه منها يعني ما بقاش اي حاجه فالاكس بقت اصبحت نسخه من الاري ايه لو جيت قلت لي اكس بتساوي اري صح؟ اجي اقول لك برنت اكس يوصل في 5 اللي حصل بقت نسخه الاكس بقت نسخه من الايه؟ من الاي ار ار صح؟ طيب لو جيت قلت واي بتساوي اي ار ار يا شباب فبرضه لو جينا طبعنا للواي ايه اللي هيحصل؟ هي هنا ولا لا؟ هي هنا طب لو جيت قلت اي ار ار اوف زيرو قلت بتساوي كريم قلت بتساوي ايه؟ كريم وبعدين قمت طالع خد بالكم اللي انا عايز اعمله عشان عارف انا دوختكم شويه انا خليت في اكس عباره عن كابي من الاي ار ار وخليت في واي عباره عن ايكوال على طول صح غيرت قيمه في الايه في الاري فكان مطابع الاري وقمت طابع الاكس وقمت طابع مين الواي اتفرج عليهم كلهم انا غيرت في الاي ار ار بس اللي هي كانت اصلهم كلهم فلما جيت بصيت بقى خد بالك بقى من اللي هيحصل لان هفهمك ان الكابي فكرتها هل هي فعلا بتساوي اللي بيساوي ولا لا؟ يعني احنا غيرنا في الاري دي وجينا طبعناه فطبع لي كريم اول واحد بدل طارق. لما جينا طبعنا الاكس، الاكس دي كانت متاخده بايه؟ متاخده بكابي. متاخده بايه يا شباب؟ الاكس متاخده بكابي. بنسخه. ولما جيت طبعتها لقيتها زي النسخه القديمه طاهر صبور رانيا رامي ما تعرفش حاجه. لكن لما جيت طبعت الواي ايه اللي حصل في الواي بقى يا شباب؟ لقينا كريم لان الواي كانت متاخده هي بتساوي الاري ففعلي الواي
والاي ار ار الاثنين بقوا بيبصوا على نفس المكان في الميموري. يعني الاخر عملت له اسم دلع المكان في الميموري اسمه اي ار ار وبالدلع بقول له واي. دي هي دي دي هي دي. يعني لو رحنا عملنا كده قلنا واي اوف واحد اللي كان فيها سبورت قلت له لا خليها عادي مثلا. وجينا طبعنا تاني الاري والاكس والواي بلس خمسه هتلاقوا ايه؟ هتلاقي في الاي ار ار اتغيرت بقت عادي مع اني معدل في مين؟ معدل في الواي. وفي الواي تحت اتغيرت لكن الكاب الوحيده اللي مالهاش دعوه خالص لان بقت نسختين في الميموري. في نسخه في الميموري هنا وفي نسخه ثانيه في الميموري هناك وخلاص. يعني زي كابي بيست بالظبط. نسختين وبقى دي في حته ودي في حته. اما مجرد ان اقول بيساوي الاثنين بيشاوروا على نفس المكان. فالتغيير في الاولانيه بتسمع في الثانيه والتغيير في الثانيه بتسمع في الاولانيه دي الايكوال. ساعات بتلخبط ناس كتير دي. اتفهمت يا شباب؟ والله يا دكتور. طيب يا شباب في حد ليه اي سؤال او اي شيء؟ طيب انا معايا تقريبا دقيقتين اقول فيهم معلومه واحده واقول لكم كده خلصنا الليست بالكامل. معلومه واحده اسمها الكونستراكتور. معلومه واحده اسمها الايه؟ الكونستراكتور معناها ان انا ممكن اجي وبعدين اعمل ايه؟ نيو ليست اعرف ليست عليه وبعدين بتساوي ليست بكتب كلمه ليست ال الكابيتال ال اسمه ال اسمه ليست ماشي وافتح قوس اقواس مدوره مش الاقواس اللي هي المربعه خد بالك من الحته دي اقواس مدوره مش مربعه يبقى ليست وبجاي اعمل كده وقايل مثلا اسميكم مثلا حسن اهلا بيك يا استاذ حسن سامعين صوتك محمد طه محمود طه وعندي مثلا شعراوي وعندي مثلا نبيل تمام كده ده اسلوب اخر بحاجه اسمها كونستراكتور. يعني ايه كونستراكتور بالتفصيل؟ بناخده ان شاء الله لما نخش على الاوبجكت اورينتد بروجرام. لكن ده اسلوب تاني تنشي بيه الاري. ده اسلوب تاني تنشي بيه اسف الليست. يبقى اضاف مش مشكله. خلاص دي راوندد ايه؟ راوندد براكتس. راوندد براكتس. فاهم؟ البراكتس ديت مش سكوير براكتس يعني. هي مدوره. لو قلت بريد نيو ليست بس بخمسه هتكون عادي جدا عباره عن ليست عاديه تمام؟ اسلوب من اساليب الانشاء شكله كده اسلوب يعني اعرفه ممكن تبص في مثال كده ولا كده تلاقيه موجود فتبقى عارفه. هناخد بس بريك خمس دقايق وسبع دقايق اسامي